الله يحمي كل السوريين ويكون هذا الزلزال مجرد هيك ذكرى عابرة وما نرجع نشوف هاي المآسي اللي عشناها خلال الأيام الماضية. رح ننتقل لأول مساحاتنا ونروح للدعم النفسي والطب النفسي ضمن هاي الأيام اللي عم نعيشها. دائما بحياتنا بنتعرض لصدمات كتير وهذا الشيء ممكن يخلينا عرضة للاضطرابات النفسية، لكن اللي صار على كل السوريين كان بشكل مفاجئ، وهذا الشيء اللي صار بشكل مفاجئ خلى الصدمة تكون كتير قوية عنا، خلانا نروح ل خلينا نقول اضطرابات نفسية، لا مخاوف من بكرة، لا خوف من الأقاويل اللي صرنا نسمعها بشكل عام على السوشيال ميديا. دائما شخصية الفرد بتتعلق بقدرته على تجاوز المرحلة اللي عم بيعيشها. بنشوف أشخاص هايدي عندهم يعني ثقافة الوعي النفسي، صحيح إنه نتجاوزوا هي الفترة بأقل الخسائر حتى لو تأثروا. أكيد. وبنشوف أشخاص كمان شخصيتهم بتتعلق بعدم قدرتهم على تجاوز أي شيء، ممكن اضطراباتهم توصلهم للمرض النفسي، واللي صار أبدا ما هو سهل، واليوم كل السوريين مرقوا بهي الحالة ولكن بشكل نسبي. أكيد، يعني رجاء أنه نتعرض لحادث معين أو خبر سيء أو فقدان شخص ما وكارثة معينة، فالموضوع ما بيوقف هون لأنه أكيد له تداعيات ما بعد هذا الشيء ممكن يرافق سلوكنا وحياتنا ويأثر علينا بشكل سلبي. كثير من الدراسات والخبراء أكدوا أنه الكوارث الطبيعية ممكن تخلق ردات فعل على الصعيدين الجسدي والنفسي. يعني بدنا نقول أنه اليوم كثير من الناس فقدوا أشخاص غاليين عليهم، فقدوا أهاليهم، رفقاتهم، جيرانهم، فقدوا بيوتهم وذكرياتهم. هذا الشيء فينا نقول رشا خلى عندهم صدمة بحياتهم يلي رح نحكي عليها اليوم أكثر مشاهدينا، ونعرف كيف ممكن نحمي صحتنا النفسية وصحة أهلنا وأولادنا. كل هي التفاصيل رح نتعرف عليها اليوم مع ضيفنا الدكتور أنس دالي، وهو أخصائي في الطب النفسي. سعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. دائما بصباحاتنا كنا نستضيفك وروح لنحكي عن الصحة النفسية، عن الاضطرابات النفسية، ولكن ما كنا اليوم بيوم نحن رح نتوقع نقعد هاي القعدة ونروح لنقارن اليوم الصحة النفسية والكارثة اللي تعرضت لها سوريا للأسف. يعني خلينا نحكي اليوم كيف متعلق القصتين ببعض، العلاقة بيناتهم. تمام، صحيح. هلا دائما نحن قبل كل شيء يعني طبعا بالتأكيد تعازينا لذوي الضحايا وتمنياتنا بالشفاء للجرحى، نتمنى فعلا الكارثه تمر باكبر يعني باسرع او اقل وطأة، يعني باسرع فتره وباقل وطأة من الخسائر. العلاقه دائما اولا هي في علاقه مباشره، كيف دائما بزمن الحروب، زمن الكوارث، زمن الصدمات، الاوبئه الكبيره، دائما معدل نكس الامراض النفسيه وظهور اضطرابات نفسيه بيزيد لحد الضعف. بصير بهي الفتره الصحه النفسيه ما لها رفاهيه بقدر ما هي بتصير خلينا نقول حاجه ملحه. لأن نجي بشكل مباشر أكثر لموضوع الزلزال. دائما موضوع الزلزال، الكوارث، حتى مثل ما ذكرنا الحروب، الفيضانات، كلها هي بتجي تحت بند يسمى الصدمة المهددة بالحياة، إما للشخص بذاته أو لذوي. هلأ دائما إحنا هون حتى نسمع بالإعلام بالفترة الأخيرة كثير صار يتردد عن هذا الموضوع، خصوصا بالأيام الأخيرة، عن موضوع شيء اسمه الشدة بعد الرعب أو الاضطراب ما بعد الصدمة، أو شيء نسميه ارتكاس الكرب الحاد. هي كلها اضطرابات لها علاقة مباشرة بشكل مباشر بصدمة مهددة للحياة للشخص أو لأحد ذوي. لكن النقطة هون أنه هي الاضطرابات بحاجة لأعراض معينة وبحاجة لمدة زمنية يعني بعد مضي هي الكارثة حتى نقدر نحن نشخص هذا الاضطراب. أما حاليا فنحن أمام، إذا بدنا نحكي بشكل علمي وبشكل دقيق، فنحن أمام يعني بدنا نتوقع كل طيف الأعراض النفسية يظهر خلال هي الفترة. ولكن دكتور، من كلمة حضرتك أنه هي من الصدمات المهددة للحياة، نحن قدام يعني اضطراب كبير. صحيح. يعني تجاوز جميع الاضطرابات الأخرى. يعني صحيح، هو اضطراب الشدة بعد الرعب أو شيء نسميه ارتكاس الكرب الحاد، هي بتيجي مجموعة أعراض مخصصة ولكن بتيجي بعد صدمة مهددة للحياة للشخص أو لأحد ذوي. لكن طيفة أدق أعراض، طبيعة الأعراض بتكون أدق من الشيء اللي يمكن نشعر فيه حاليا. يعني هلا نحن ما نتوقع حالات ذعر، حالات هلع، حالات خوف، حالات أرق، حالات أعراض جسدية، دوار، دوخة، تسارع نبض، كلها هي طيف الأعراض يعتبر شيء طبيعي ظهوره، وممكن ظهوره ممكن يفسر باضطرابات أخرى. لكن في اضطرابات محددة متعلقة بالصدمة، شو طيف الأعراض الخصوصي فيها؟ بيكون مثلا في دائما في نوع بنسميه فلاش باكس، أو مثلا هيك ومضات بتجي الشخص وهو قاعد، نوع من أحلام اليقظة فجأة بترتقى قدامه الصورة،
عن الكارثه او الحادثه لشيء شافه. هون نحكي اعراض دكتور؟ نعم هون نحكي عن اعراض الاضطرابات المباشره المرتبطه بالحوادث. اضطراب ما بعد الصدمه؟ تماما اضطراب ما بعد الصدمه. وهي الحاله بجوز حدا يقول انه ممكن هي الحاله بتصير مع اي حدا وصحيح، ولكن هون بتبقى مسيطره على افكاره وذكرياته ومشاعره. يعني لا ما بتمر فتره زمنيه بسيطه الا بيلاقي مثلا في صوره قدامه لمعت بعيونه عن شيء صار معه بالحادثه، الكوابيس المستمره عن موضوع الحادثه. الحاله بنسميها يعني تاثر المدركات المزاجيه، يعني الشخص اشبه ما بيمر بحالات تقلب مزاجيه مستمره. شيء يتعدى الاكتئاب او يتعدى القلق او يتعدى حالات الاستثاره بالمزاج، انه طول الوقت هو عباره عن شخص من انخفاض مزاج لاستثاره سريعه، لصعوبه مثلا بالتحكم بمشاعره، لعدم القدره على انه يتعامل مع الاخرين. هلا وحده ايضا من الاعراض المميزه لاضطرابات ما بعد الصدمه، حتى يتم التمييز انه هلا بينحكى عنه، هو مبكر جدا انه ينحكى عنه، انه بيصير في شخص عنده حاله تجنب مفرطه لاي شيء يتعلق بذكريات الحادث. وهون في نقطه كثير مهمه، بده يكون الشخص هو المتعرض او احد ذوي المقربين شخص يعني له، فبصير عنده تجنب مفرط للتعرض لاي شيء بذكره بتفاصيل الحادث، التقارير الإخبارية، مشاهدة التلفزيونات. إذا كان بضمن المدينة المنكوبة مثلا بتلاقيه بتجنب مرور بالحي، بتجنب مرور ببيته السابق اللي تعرض لحالة انهيار، الهروب تماما. الهروب عدم القدرة على المواجهة نهائيا صحيح ابدا ولا باي شكل. فضل. طيب دكتور، يعني حضرتك عم تحكي عن الاضطراب ما بعد الصدمه، شو الفرق بينه وبين الصدمه ان كان من حيث الاعراض او الاثار اللي ممكن تظهر عند الشخص؟ هلا كمان هون في بدنا نفرق شوي بالمصطلحين. اضطراب ما بعد الصدمه مثل ما ذكرت هو مرتبط دائما بالصدمه المهدده للحياه. هلا في شيء اسمه الصدمه المطلقه للاضطرابات النفسيه، هي الصدمه مو بالضروره تكون مهدده للحياه، يعني مثلا يعني اضرب مثال بسيط، نحن حاليا مثلا في عندنا صنفين، صنف بتعرض مباشره لهي الكارثه، صنف هو متابع او مشاهد. هلا الصدمه المهدده للحياه هي تعتبر للاشخاص اللي تعرضوا للكارثه. الاشخاص الثانيين المشاهدين هن تعتبر صدمه نفسيه، ما حتى لو ما كانوا معنيين فيها بشكل مباشر، صحيح. لكن هن ضمن البلد ضمن الوسط عم بيعيشوا اثار هي النكبه، اجواء الخوف، فهي تعتبر نوع من الصدمه. هلا هذا الاشخاص الثانيين اللي ما عايشوا التفاصيل تماما او ما مستهم، هي لا يعتبر مهيئين لاضطراب ما بعد الصدمه، انما هي تعتبر صمه نفسيه عموميه مهيئه لكثير من الاضطرابات يعني النفسيه. فينا نقول انه في درجات بالموضوع بس فينا نقول نعم إيه نعم، بس دائما اضطراب ما بعد الصدمه مرتبط بكلمه، يعني كلمه صدمه هون ما فينا نعممها، لا بدنا نخصصها بشيء مهدد للحياه. اما عند الاشخاص الثانيين المشاهدين المراقبين المتابعين او حتى صدمات الاخرى بالحياه، يعني فقد مثلا الفشل العاطفي صدمه، طبعا الخساره الماديه صدمه، ولكن كلها نسبيه كل مهيئة درجات. يعني فنحن الصدمه المهدده للحياه بتخص ضحايا الزلزال وهن معرضين لنوع معين من اضطرابات ما بعد الصدمه. الاشخاص الثانيين المتابعين هون بنلاقي حتى بنلاحظ اذا بهي الحاله خلينا نقول اللي فينا نحكم اكثر على تاثره النفسي حاليا هن الاشخاص المتابعين والمراقبين اكثر من الاشخاص المنكوبين. نحن يعني اليوم عايشين تغطيه كامله 24 ساعه، بالضبط يعني بالضبط دائما تشكر الجهود الاعلامي اليوم، يعني صفات كامل جبار. تماما فدائما المراقب هو المعرض حاليا لطيف اوسع من الاضطرابات، لانه هو هي الصدمه ما كانت مهدده له، ولكن عامل ستريس ضاغط بتاهبه للاكتئاب، بتاهبه للقلق، بتاهبه لحالات استثارات المزاج، بتأهبه حتى احيانا حتى في نقطه اذا كان الشخص عنده استعداد لاضطرابات اخرى ممكن بحالات الضغط النفسي او الشده انه تظهر بشكل مفرط. وعلى فكره واحده من التوصيات اللي دائما تظهر انه الشخص يركز على قديش في يقدم اكثر ما انه يشاهد ويتابع، فهون يعني دور الاعلاميين معناته قديش هم محطوطين تحت ضغط بحكم طبيعه عمله. يعني مثل ما قلنا دكتور في استنفار كامل كان صحيح. يعني كان هون كان بالمطارات كان بالمحافظات السوريه، يعني تشكر جميع الجهود الاعلاميه اللي عم تتقدم خلال هي الايام. دكتور ذكرت خلينا نقول نوعين للصدمه، للاشخاص اللي تعرضوا لها بشكل مباشر، للاشخاص يلي كانوا بعيدين بس اليوم نحن ما في حدا مستثنى، يعني كلنا عشنا حاله الذعر، كلنا طلعنا على الشوارع. اليوم في اطفال بالموضوع، واليوم الطب النفسي بده يفرق بين هدول الانواع، بين الاشخاص اللي عاشوا والاشخاص اللي تابعوا. يعني نحن اليوم كيف قادرين نقدم لهم؟ شو قادرين نقدم لهذا الشخص لنخفف من خوفه، نحسسه بالامان؟ دائما احساس الامان هو الاهم بهي المرحله. طبيعه الحدث هي طاغيه، يعني الظروف المحيطه او الظروف اللي فارضه نفسها هي ظروف ما أنا سهله. دور الطب النفسي حاليا بالنسبه للضحايا او ذوي الضحايا او المنكوبين من هذا الموضوع بيتلخص بشيء اسمه الاسعاف الطبي النفسي الاولي، بمعنى انه نحن بنركز بالدرجه الاولى على توفير البيئه الامنه تمام، توفير المستلزمات الاخرى، لانه هي الحاجات الطاغيه.
ما فينا نحكم حاليا على اضطراب والشخص مثلا عنده احد زاوية تحت الانقاض حاليا، بالتاكيد رده فعله حتكون مبالغ فيها، لكن الشيء اللي ممكن يقدمه الطب النفسي، لانه حاليا في حملات كثير عم تطلع وكلها مشكوره وكلها يعني جهود مسمنه، ولكن بده يصير في تفريق شوي علمي. اليوم نحن ما لنا قادرين اولا نشخص، ولكن دور الطب النفسي يقتصر على تهيئه البيئه الامنه. في نقطه كثير مهمه، اي خوض بتفاصيل لناجين عن ضحايا عن تفاصيل يعني عن كارثه أو مثلا خبر عن ضحية معينة أو كيف صار هيك أو كذا، ممكن يكون راض نفسيا بصراحة. أبدا الحديث يترك هون كتير، مبادئ إسعاف الطبي النفسي الأولي أنه يترك للشخص الناجي، يترك هو له حرية الحديث عن التفاصيل، ربما في أمور هو حابب يحكيها، حابب يشير لشيء معين ممكن يفيد. أما سؤاله بشكل مباشر وتحديدا للأطفال، السؤال بشكل مباشر ممكن يكون راض نفسيا وفي إعادة يعني خلينا نقول إشغال لهي شغلتها من جديد، مثل إعادة تشغيل هو أرشيف لهي الذكريات، يعني أرشيف صور كامل لحظات أكيد ما رح يقدروا ينسوها. تماما يعني. الدور الأول تأمين الحاجات الأساسية والإشعار بالأمان، ويعني خلينا نقول إحاطة بيئة داعمة مستمرة، إنه دائما مثلا في متطوعين، إذا في حدا تاني من زوي يكون بشكل دائم، بدنا نتفهم إنه بالمرحلة الأولى في حالة مسيطرة، ما رح كتير التداخل النفسي بشكل مباشر إلا بحالات نادرة، يعني أشخاص مثلا قرجوا، لقينا في محاولة انتحار، لقينا في أعراض نفسية طاغية كتير بقى عم تخلينا نقدر نتداخل. ولكن تركز الطب النفسي أول شيء من مبكر وصعب جدا هلأ الدخول بتشخيص كل المبادئ الأساسية على الإسعاف النفسي الأول، اللي هو بالدرجة الأولى توفير الحاجيات الأساسية والإشعار بالأمان، البيئة الآمنة والداعمة هي الأساس اللي ممكن خلينا نقول تعطيني شو هي الخطوة الثانية اللي بدي أتداخل فيها. في يعني فريق من الهلال الأحمر الفلسطيني، يعني طبعا تشكر كل الجهود اللي تقدمت خلال هاي الأيام، كانوا بمركز إيواء بحلب وراحوا ليعملوا أنشطة ترفيهية للأطفال، مسرحيات، رقصات، يعني حتى الأهالي كانوا مبسوطين إنه اليوم طفلهم بلش إنه بده يطلع من هي الحالة، أو عم يحاولوا يعني بكثير طرق إنه يبعدوها. فاليوم أبدا مو غلط هاي الأنشطة تكون حتى بالمدارس، يعني حتى اليوم الأطفال اللي ما كانوا بقلب الأزمة ولكن عاشوا الأخبار، عاشوا حالة الخوف اللي صارت خارج المحافظات المنكوبة، يعني فمفروض كمان تنتشر هاي الثقافة. إنه حتى الأطفال يعني التطمين اللي ممكن ياخذوه لا يحتمل اللغة المباشرة، يعني ما فيني أنا أقول لطفل طمن أهدى الأمور بخير، هو ما حيفهم هاي المفاهيم، ما راح يقدر يستوعبها بمعناها، هو بحاجة لترجمة عملية، هو بالنسبة له بيئة فيها ألعاب، فيها نشاطات، فيها أطفال آخرين، فبيعتبر هو زال الخطر بمفهومه، زال الخطر، معناتها هي النشاطات موجودة، الأطفال عم موجودة بمراكز الإيواء أكيد، فهي فعلا هي خطوة عملية فعلا للتفريغ وإعطاء الطفل حالة من الأمان أكيد. وحتى بحالات الوفاة بالنسبة للطفل كمان في نقطة كتير مهمة، ما لازم تجاهل الموضوع بشكل مباشر، ولكن خلينا نقول دائما ليش، لأنه يعني في نوع من التمهيد لازم يصير للطفل على فكرة بلغة معينة، يعني دائما الطفل طريقة فهمه واستيعابه للمفاهيم تختلف عن البالغين، ما فينا نقول له مثلا توفى الله يرحمه كذا، لا نحن بناخذها بعبارات مخففة، مثل هو بمكان آمن هلأ، هو بيحبك، هو مثلا عم بيدعي لك، بهي المفاهيم البسيطة. ليش؟ لأنه محاولة يعني إبعاد الطفل ما رح تمر عليه بسهولة، وبالمقابل حيحس بنوع من الفقد المال المفسر للأهل، والطفل بهاي المرحلة خصوصا بأعمار صغيرة ممكن يحمل حاله المسؤولية أنه أنا عملت شيء خاطئ فبالتالي والدي غادرني أو والدتي غادرتني، وهذا الشيء ممكن يعمل حالة كبت ويظهر فيما بعد على شكل اضطرابات نفسية. فكبت هي القصة ما بتصير يعني بشكل مباشر، لا إنما بتصير بشكل تدريجي تماما. دائما الطفل يعني حتى الطفل لحاله بحث لحاله تعامل مع الطفل بالأزمات النفسية، دائما الطفل له لغه معينه بايصال المفاهيم، يا بطريقه حركيه يعني بطريقه العاب او بطريقه مثلا نشاطات او بمفاهيم معينه في حال انك بدك تسرب له فكره معينه. طيب دكتور، يعني خلينا نوضح اكثر ردود الفعل النفسيه اللي ممكن تظهر بعد الكارثه، يعني صحيح الخوف موجود والقلق كمان موجود، لكن في اشخاص يعني طلعوا من بيوتهم مع انه ما كان في شيء عندهم، يعني ما متصدع البيت او شيء، صاروا يفكروا يوسوسوا انه لا في هزه في زلزال، يعني شو السبب هون؟ ايمت لازم نستدعي انه في تدخل هون طبي؟ لحد فترة معينة نحن كمان بحاجة إنه ننتظر وقت، لأنه هي كلها مثل ما ذكرت ردود فعل تعتبر طبيعية. تمام، هلا إمتى نحن ممكن نتدخل؟ هي بدها بحالة يعني إمتى ممكن نتدخل؟ بعد مرور فترة من الزمن وخلينا نقول في حصل نوع من الاستقرار، يعني كل الأخبار بتقول مثلا إنه هلا عبارة عن هزات ارتدادية بسيطة، يعني لحد الآن ما في مؤشر على خطر واضح، الحياة نوعا ما بترجع لطبيعتها. إذا لاحظنا استمرار العطالة، يعني للشخص ضل هذا الشيء مؤثر على حياته، مثلا منعه من الخروج من البيت، منعه من استمرار بعمله، منعه من التركيز،
هذا ما حخلينا نهرب من القدر بالنهايه يعني. تماما هون بنلجا للتدخل النفسي، اما حاليا كردود فعل اوليه كلها مفسره، وكل الاعراض النفسيه المذكوره بالكتب العلميه وارد انه تطلع بالايام الاولى للاضطراب، وهي شيء طبيعي، وارد يصير في حزن، وارد يصير نوبات بكاء، وارد يصير في زعر، وارد يصير في اعراض جسديه، وارد يصير في هذا اكثر شيء مفسر اللي هو حالات القلق، يعني اليوم نحن حتى هذا القلق خلينا نقول الخوف هو مرتكز على شيء، يعني هون في شيء خطير، في شيء مهدد صار للحظه، فانا من حقي اخذ احتياطاتي، يعني هي مثل عمليه نوع من التطبيع مع الازمه او التطبيع مع الكارثه، انا كونها هي جديده، فانا بحاجه لمساحه امان اني احس حالي اخذت احتياطاتي، ربما بالمرحله الاولى بعد ما يعني مضى وقت معين وشعرت بامان او ما صار شيء ممكن ارجع لحياتي تلقائيا، فكل الاعراض النفسيه حاليا او كل الاعراض الجسديه مفسره، اعطاء حاله هدنه واخراجها والتعبير عنها هذا شيء صحي على فكره. أكيد. عدم كبتة او قمعه، ولكن اذا استمرت مع استقرار الاوضاع هون دخلنا بمرحله بقى يعني بسميه التعطل النفسي او التعطل الوظيفي، فهون بحاجه نحن بقى لنعمل يعني استقصاء للداخل. ولا ننسى شغله انه نحن بالاساس في عندنا شريحه مشخصه باضطرابات نفسيه. يعني هو كان عامل نكس في اساس بالقصه، ما في داعي ندخل بتشخيص جديده لانه في اشخاص عندهم سوابق، فبالتالي هيك مثل هيك صدمه شيء طبيعي تكون عامل نكس. كمان هي كثير مهم، نحن عانينا 10 سنين من حرب مانا سهله، فكان تشخيص الاضطرابات النفسيه زاد بنسبه كثير كبيره، ففي عندنا شريحه كبيره من الموجودين حاليا من اللي عايشين بهذا البلد هي شريحه مشخصه سابقا او خضعت للتدخلات سابقه. طيب دكتور، ذكرنا بالمقدمه كمان الشخص وطبيعته يعني بتاثر بتقبل الصدمه، بتاثر بالاضرار، خلينا نقول الشيء السلبي والايجابي، يعني هل هو اليوم قادر انه يتخطى وترجع الحياه الطبيعيه او انه هو ممكن يوقف بمرحله معينه. قبل ما نروح للفرق بين الشخصيتين بدي اسالك اليوم شو هي اخر يعني التوب بالاضطراب النفسي ممكن يصيب الانسان خلال الكارثه؟ اكثر شيء نحن بنخاف بحالات، يعني في عندنا الحالات خلينا نقول الرئيسيه او الاسعافيه، في شيء بنسميه حاله الحداد المزمن او اضطراب الحداد المزمن. شو يعني دكتور هذا الاضطراب؟ يعني كيف نقدر نحن نفسر اسقاطه على الشخص؟ تمام، معروف بشيء عنده يعني ما يكون في حاله فقد او حاله وفاه، دائما في حاله حداد، هي معروفه يعني معروفه صحيح. بشكل عام انه هي حاله حداد مستمره قد تتجلى بانه الشخص يصير شوي مزاجه منخفض، عدم الرغبه بالخوض بالنشاطات، احيانا بيصير الشخص حتى يعرض نفسي مفسر طبيعي انه يصير يسمع صوت المتوفى او مثلا يشوف خيال له، هي لازم تستغرق فتره زمنيه معينه لحتى تظهر، شهرين لثلاث شهور لاربع شهور، لكن بيميزها عن الاضطرابات الثانيه، ما بنعتبرها اضطراب، ما بنعتبرها اضطراب للحداد، لانه هو مع مرور الوقت تلقائيا حياته بترجع للطبيعي، هلا قد تستغرق اشهر، شهرين ثلاث شهور لحد ست شهور، لكن في بعض الحالات ما بنلاحظ انه هذا الشخص عم بيرجع لوضعه الطبيعي، تمام؟ لا، حالة الحزن مستمرة، حالة الحزن عم تكون مستمرة، حالة انخفاض المزاج عم تكون مستمرة، حالة الوقوف خلينا نقول على ذكريات المتوفى عم تكون مستمرة، فهون نحن لا ممكن هذا الشيء ياخذنا لغير تشخيص وغير يعني تصنيفات للاضطراب. إذا بنركز على الأعراض بشكل سريع مثل ما قلنا، العرض الأساسي والأخطر اللي ممكن نخاف منه اللي بيكون مرافق لكثير اضطرابات نفسيه، قد يتلو حالات الحداد، قد يتلو حالات الاكتئاب، قد يتلو حالات الصدمه، هو التفكير بالانتحار، هذا هو يعني اقصى شيء او اسوء شيء. والشخصيه، شخصيه الفرد اليوم قد ايه بتاثر سلبي او ايجابي؟ يعني هي كل شيء، يعني حتى نحن بالاضطرابات النفسيه في شيء بنسميه العامل النفسي، شو المقصود بالعامل النفسي؟ العامل النفسي هو طبيعي، يعني قديش البيئه اللي هو ربي فيها والدعم اللي تلقاه لحتى صار شخصيته هالشخصيه، قديش هو عم بيأثر بانه يصاب بهذا الاضطراب او لا يصاب بهذا الاضطراب، يعني بالاضطرابات النفسيه كلها بغض النظر عن موضوع الزلزال وموضوع الكارثه، بحالات الاضطراب كلها العامل النفسي هو شيء اساسي، اختلافات الشخصيه بين الشخص هذا وهذا الشخص كثير مؤثر، بس هون النقطه اللي للاسف يعني انه هي الشخصيه لا يمكن تعديلها بلحظه، وهي نتاج عشرات السنين، تراكمات اليوم، عشرات السنين من الخبرات، وجود الوسط الداعم بيلعب دور، 12 سنه يعني وجود الوسط الداعم بيلعب دور، نمط التربيه عند الاهل، هل الاهل كانوا يخلوا مثلا يخلوا اولادهم يواجهوا المشاكل بحياتهم، ولا كان عندهم نوع من الحمايه الزائده يحاولوا يحموهم، انتجوا طفل خجول، انتجوا طفل غير مواجه مثلا، هي كلها بتتجلى فيما بعد بالقدره على مواجهه الاضطرابات والتاقلم معها والتركيز على الشيء. دكتور لاحظت قصه اكيد كنا عم بحكي فيها انا وهايدي تحت الهواء انه نحن مرقنا 12 سنه حرب، يعني توقعنا
أنه نحن اليوم مهيئين لأنه نسمع أخبار الفقد، نسمع أخبار الحزن، ولكن اللي صار يمكن لأنه كان بين 12 سنة و40 ثانية، يعني تماماً كان فرق كتير كبير، كان هذا يعني حجم يعني الكارثة للأسف المهول، يعني مع عدد الضحايا. أول شيء هي طبيعة الكارثة شيء جديد، طبيعة الكارثة لا تشابه أي كارثة أخرى. صحيح. لأنه هي عبارة عن ثواني، الشخص ما بيلحق يفكر، ممكن الشخص يكون خسر بيته وخسر أهله. يمكن 12 سنة أنت عم تعرف مين عدوك، عم تعرف تماماً أنت بأي لحظة معرض لقذيفة لانفجار، يعني فيها مش من الأمان بسيط كان ممكن ناخده بهذيك الفترة، ولكن طبيعة هي الكارثة هي طبيعة فرضة حالة بالمحصلة. إذا بدنا نفكر فيها بشكل دقيق ما في أرني آمنة حاليا. صحيح. إذا بدنا نفكر فيها بشكل دقيق فهذا أدعى لأنه ينشر حالات زعر أو رعب أو هلع. دكتور خلينا نوضح شغلي، يعني الصدمة أو اضطراب ما بعد الصدمة ممكن يؤدي لمرض نفسي مزمن، ممكن يؤدي لمرض جسدي؟ يعني اليوم بسمع أشخاص صار معهم فقد بصر جزئي، شو السبب دكتور؟ هاي الحالة بنسميها أعراض التحويلية. طبعا فقد بصر جزئي إذا هون كانت العين سليمة، يعني عمل الفحوصات، عمل الفحوصات العينية السليمة والفحوصات العصبية وكل شيء سليم، ومع هيك هو عنده حالة فقد بصر، هي بنسميها الأعراض التحويلية. هي غالبا بتجي بعد الصدمات فعلا. شو السبب اللي خلاه يوصل لهي المرحلة يعني؟ تمام. هلا طبعا ليش هذا الاضطراب انصاب فيه هذا الشخص، ليش ظهرت عنده هذه الاعراض؟ يعني هذا مبحث طويل كمان، له علاقه بطبيعه الشخصيه، له علاقه بطبيعه الرعايه، ولكن غالبا بتحدث عند الاشخاص هي الاعراض في شيء اسمه الاعراض الجسديه من منشا نفسي. بتجي اعراض جسديه صرفه، يعني مو مجرد دوار او دوخه، لا، ممكن يصير شلل، ممكن يصير عمى، ممكن يصير فقدان سمع. صحيح. ممكن يصير تشنج، هيك حزمه عضليه بالكامل تشنج. بس هذا الشيء بده وقت دكتور ليظهر؟ هلا ميزتها اي طبعا بده وقت شوي ليظهر. هي غالبا بتيجي نتيجه كبت احداث نفسيه معينه. مو بس بالضحايا، يعني الشخص عنده مشاعر معينه ما اخرجها ما طلعها، او عنده صدمه معينه ضلت داخله ما قدر يعبر عنها بالشكل المضبوط، او عنده ازمه معينه ما قدر يتقبلها. يعني مشاكل قديمه فينا نقول طبعا هي بتظهر بشكل طبيعي، يعني حتى بعيدا عن زلزال تظهر. يعني بحالات مثلا الانفصال الابوين، بحالات الفقد، بحالات اليتم، يعني كل المشاكل السابقة. نعم. كتير تظهر حتى بحالات التعنيف، تعنيف عند الأبوين أو التعرض للتحرش بالطفولة، فبتظهر عند البالغين بشكل أنه أي أزمة بيصير بتلقائيا بيكبتها، ما بيتعامل معها. هو فعلا من الاضطرابات اللي يعني النادرة والمعقدة. فالجسم نتيجة عدم قدرته على خوض الصراع، الجهاز النفسي بيحولها لأعراض. نعم. حركية بحتة، ولكن ميزة هي الأعراض ما بتضل ثابتة. يعني إذا الشلل صار ممكن يجي نواب، نص ساعة في شلل، نص ساعة ما في شلل، ربع ساعة في شلل، ربع ساعة ما في شلل، وما في يعني ما في أذية بالعضوية. فهي إنه بتطمننا شوي إنه ما في أذية بالعضوية. الاستقصاءات كلها تنفي وجود شلل حقيقي، وحتى تشخيصه لهذا الاضطراب ما بيصير بسهولة، لازم يخضع لاستقصاءات العضوية كلها وينفي كل شيء لحتى نقدر نشخصه. صحيح. طيب دكتور قديه اليوم مهم الوعي ومهم ثقافة الوعي، قديه اليوم مهم نحن ضمن هاي الأزمة؟ يعني نحن اليوم صح في لهلأ نحن ضمن المحافظات المنكوبة، لهلأ عمليات الإنقاذ شغالة، ولكن قديه اليوم دور الكورسات التوعوية بالعامل النفسي؟ يعني حتى المنقذين اليوم الوقت اللي عم بيروحوا للإنقاذ عم بيتعاملوا بطريقة نفسية، يعني وشفنا فيديوهات كثير عم بيطمنوا الشخص يلي موجود تحت الانقاض. صحيح. صحيح. قبل عمليه الانتشال خلينا نقول او النجاة، يعني تحسوا عم بيعطي كلمات عم تهدي، عم تعطي الامان، ومثل ما قلت حضرتك هلا المرحله هي مرحله انه نعطي الامان لهدول الاشخاص. يعني وحتى هون اذا بنلاحظ حتى بيتم التركيز على عبارات واقعيه، بمعنى نحن بيعرفها نحن الفريق الموجود، نحن هون عم نحاول نطلعك، ما بيحاول يبسط له الامور بشكل يعني خارج عن الواقعيه، بانه لا الامور بسيطه ولا تخاف، حتى هي العبارات ما بيقول له، بيطمنه بشكل واقعي انه نحن موجودين لمحاوله انتشالك، الفريق موجود، الكل جاهز، كذا، شويه صبر بسيط وحنقدر نطلعك. يعني حتى العبارات اللي هون بتكون جدا منتقاط، ما بيطلع عبارات مجانيه من بدا انه لا تخاف لا كذا، ما في شيء بيخوف ليكنا او كذا، او بيصير مزح او بيصير حتى لو كان بنية حسنة. يعني لا محاولة، هي بدها ثقافة وبدها وعي، يعني كيف اليوم أنا قادر أتعامل مع بالضبط. وهي على فكرة جزء أساسي حتى الأطفال، يعني إذا شفنا فيديوهات يعني عم بيطمنا بطريقة كتير حلوة، أنت أي صف بتغني صوتك حلو، فنست الواقع اللي عم تعيشه وراحت، يعني صار مهم سردت معه بالحديث، أنا صف رابع، أنا كنت دق كذا، أنا يعني شوي طلعها. فاليوم قدي نحن بحاجة لهي التوعية؟ يعني قد اليوم دوركم دكتور؟ تأكيد هو يعني يفترض الحملات التوعية تكون بشكل مستمر بوجود الكارثة وخارج وجود الكارثة، بس يمكن اليوم الحالة اللي وضعنا فيها بهالشكل الطارئ كرست هذا المفهوم أكثر. إقبال المتطوعين بشكل شديد كمان، يمكن كمان كرس عندهم هذا المفهوم للبحث بالتفاصيل أكثر. صحيح. يعني مو مجرد متطوع أنا رايح لحتى أقوم بعمل، لا، لازم أقوم بالعمل بشكل دقيق أنا.
بمراكز الإيواء، بانتشال الضحايا، بمثلا تهدئة الناجين. فيمكن الحالة الموجودة هلأ كرست هذا المفهوم أكثر، والدور بصراحة هو دور أساسي، وهو الدور الأساسي والتقرير هو الدور الأساسي والدور رقم واحد بصراحة. الدور الأساسي والدور رقم واحد بالتأكيد. نحن قدام أشخاص بعد التأمين، خلينا نقول الأمور الأولية اللي هي غذاء ومأوى، تجي فورا ومباشرة عملية الإسعاف النفسي. تمام، بدنا نشكرك كثير الدكتور أنس دالي أخصائي في الطب النفسي، شكرا لك للمعلومات اللي قدمت لنا. شكرا دكتور أنس، وأكيد ندعي بالصحة والسلامة لكل السوريين ولكل أهالينا بالمناطق المنكوبة.